استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. خلال اللقاء أكد سموهما على الدور الذي تطلع به المملكة العربية السعودية كقوة سياسية واقتصادية عالمية فضلا عن دورها العربي والإسلامي المؤثر كبيت جامع للعروبة والمسلمين، مشيرين سموهما إلى أهمية منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية والذي سيرأس وفد مملكة البحرين إليه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لدوره في استشراف الآفاق الاقتصادية المستقبلية في المنطقة والعالم، وأن المشاركة فيه هي مكسب للجميع ويصب في صالح تعزيز التعاون الاستثماري الدولي بما ينعكس على التنمية الاقتصادية. أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أننا والأخوة في المملكة العربية السعودية على قلب رجل واحد ونحن معهم في السراء والضراء، كما هم لم يتأخروا يوما عن مساندتنا ودعمنا ولا زالوا، وهذا الدعم امتد لكل دولة احتاجت لنصرة الحق والحياة الأفضل لشعبها إلى تأييد السعودية ونصرتها. تطرق سموهما إلى التطورات الإقليمية والدولية حيث شددا على أهمية التعاون والتنسيق بين الدول حيال مختلف المستجدات بما يخدم الاستقرار والتنمية.